على أن يكون بدء تشغيل أول قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية في 8:06 صباحاً بدلاً من 5:00 صباحاً، وقيام آخر قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية في 8:11 مساءً بدلاً من 12:00 منتصف الليل حتى افتتاح المرحلة الجديدة، مع استمرار التشغيل من محطة علي منصور حتى محطة العباسية بنفس مواعيد التشغيل الحالية. وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمي خطوط المترو لتفهمكم أسباب التأخير، متمنين لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والتطوير المستمر. مع تحيات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتنفيذ مترو الأنفاق. مترو الأنفاق لكم.